وللحديث أكثر عن سلاح الميليشيات ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. أهلا بك معنا عميد خليل. حياكم الله وبياكم. أهلا بك عميد خليل. بداية، بحسب أعضاء في البرلمان فإن الميليشيات تخزن المتفجرات والأسلحة وسط الأحياء السكنية في المحافظات، وهو ما يشكل مخاوف لدى الأهالي. برأيك عميد خليل، يعني هل الأهالي محقون بتخوفاتهم أم أن الأمر لا يستدعي هذا الخوف؟ أخي الكريم، للوقوف على حقيقة تخوفات المدنيين وتخزين سلاح ومتفجرات الميليشيات وسط أحيائهم السكنية، علينا في البداية أن نبين تعريف بسيط للإرهاب وفق القانون الجنائي الدولي، الذي هو عليه ينص جميع الإجراءات والأفعال التي تهدف إلى خلق أجواء الخوف وتهدد أمن وسلامة المدنيين. ووفق هذا التعريف الدولي، فإن استخدام الميليشيات الأحياء السكنية كمواقع لتخزين أسلحتها وعتادها هو إرهاب يستهدف سكان هذه الأحياء، ومن ثم من حق المواطنين والأهالي الخوف على أرواحهم وممتلكاتهم جراء انفجار مخازن الموت الميليشياوية هذه. وعليه فالتخوفات حقيقية وباتت تملئ قلوب جميع العراقيين بسبب مستودعات القتل الموقوتة التي لا يعرف متى تنفجر، سواء بتماس كهربائي أو قصف جوي أو تفجير مقصود، ناهيك عن التواجد الميليشياوي فيها أصلا. فاليوم المدن العراقية بأحيائها بوجود هذه مستودعات القتل المتعمد الغير مؤمنة داخليا والغير محصنة خارجيا، باتت أهداف واهنة أمنيا وتحولت إلى حقول ألغام مبهمة التوقيت وميادين رمي جاهزة للتفعيل وبقع جغرافية تطفو على بارود ميليشياوي بانتظار رفع مسمار الأمان عنها لتدمير الأحياء وقتل ساكنيها. نعم عميد خليل، يعني ما هي الأمور التي تترتب على تصنيف أو يعني وصف هذه الأفعال للميليشيات بأنها إرهاب للمدنيين؟ ما الأمور التي تترتب بعد ذلك؟ أخي، الأمور التي تترتب هو القانون الدولي، ولكن تكلمنا أنه لا يوجد هنالك قانون دولي، فهذه الميليشيات تتحرك وتنتقل من مكان لمكان وتنشئ المخازن والمستودعات والمقرات داخل أهالي وفق قانون حكومي وشرعنة مراجع تابعة لها. لذلك لا يوجد هنالك من يدع هذه الميليشيات. اليوم نحن أمام حكومة ضعيفة لا تتمكن أن تتعامل مع فضوة هذه الميليشيات، والمواجهة بين السلطات العسكرية الحكومية وهذه الميليشيات مواجهة غير متكافئة. عليه كل قرار يتخذ من قبل أي جهة حكومية لا يتم تنفيذه ويرمى في سلة النفايات. ما الذي يدفع الميليشيات حقيقة لتخزين سلاحها في هذه المناطق؟ هل هناك ضرورة عسكرية برأيك؟ تخزين الميليشيات لسلاحها داخل المدن أو الأحياء السكنية ليس ضرورة عسكرية، بل هي غاية ميليشياوية، فهي في حقيقتها أخي الكريم ضمان السيطرة والنفوذ على جميع المدن بأحيائها وقراها وفق مفهوم التلويح بالقوة والإرهاب القهري للفرد والمجتمع. فبهذا السلاح تهدد العراقيين وبه تنفذ أجداتها وبباروده تقتل خصومها وتشتت معارضيها ورافضي تواجدها، وبهذا السلاح ومخازنه تتوسع جغرافيا وتسود أمنيا بل حتى مجتمعيا. فمن غير هذا السلاح لا يمكن للميليشيات أن تعيش وتتمدد. وفي ذات الوقت هي تتخذ هذا المخازن وهذه الأحياء دروع بشرية قد تمنع الهجمات الأمريكية من تنفيذ مهامها، وهذه بحد ذاتها جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي. ولكن في العراق المحتل أمريكيا وإيرانيا وميليشياويا والذي يكال الأمر فيه بعدة مكاييل لا حياة لمن تنادي. لكن من جانبها يعني تنكر ميليشيا الأبدال أن تكون مخازن الأسلحة تلك تعود لها، وإنما لعصابات تستغل اسم الحشد في ظل مسك الميليشيات للأرض. هل يمكن
قبول هكذا تبريرات عميد خليل؟ هذا الإنكار والتبرير هو اعتراف صريح بسطوة الميليشيات في العراق. وسأعطيك مثال أخي الكريم يجيب على هذا التساؤل والسؤال. لو نظرنا إلى خارطة توزيع مخازن ومستودعات السلاح الميليشياوي في العراق، سنلاحظ أن المحافظات العراقية وخاصة العاصمة بغداد تطفو فوق جحيم متفجرات الموت، وهي موزعة بحسب طبعا مناطق نفوذ هذه الميليشيات. على سبيل المثال، حزب الله العراق له مخازن في مناطق جنوب بغداد وحي الدورة وسرايا السلام في مدينة الصدر والعصائد في منطقة المشتل والزعفراني والباديات والإمام علي في شارع فلسطين وهكذا. وفي المحافظات ديالة مخازن ميليشيات بدر والعصائد وصلاح الدين وبيجي وبلد، ومخازن كتاب الإمام علي في النجف، وكذلك في آمرلي وكركوك وسهل نينوى وجميع المحافظات العراقية. لذلك جميع هذه المخازن هي تابعة لفصائل الحشد الشعبي وخارج سيطرة الحكومة، وهي غير مخازن قانونية سواء من حيث الموقع أو التحصين أو الجهة التابعة لها. ومن هنا فتصريح ميليشيا الأبدال هو صحيح من حيث الوصف، فهي عصابات، ومغاير من حيث التوصيف، فهي جميعها تابعة لميليشيات الحشد التابعة عنوانا لرئيس الوزراء وضمنا للحركة الثوري الإيراني. نعم. إذن مستشار مركز الأمة للدراسات وتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي، كنت ضيفنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.